الامبلاج يعني في ليتيكيت تاع لو برودوي كاين لا ليست دي زانغريديون يعني المكونات. المكونات نلقاو المكونات الاساسيه في البدايه، ومن بعد نلقاو المضافات الغذائيه يعني اللي تكون على شكل رموز، سواء او متبوعه بثلاث ارقام. او سي تاع لا كوميونيتي اوروبيان يعني الاتحاد الاوروبي، وحنا في الجزائر عندنا اس اي ان لو سين يعني لو سيستيم انترناسيونال دو نوميروتاسيون، النظام الدولي للترقيم. يعني هو هذا هو التعريفي لل... نعم الرمز التعريفي زائد ثلاث ارقام. هذوك لي 3 شيفر هما اللي يمدوا لنا المعنى تاع هذاك المضاف الغذائي. وفي بعض الاحيان يكتبوا الاسم ديريكتومون الاسم تاع هذاك المضاف الغذائي. طيب انت حكيتي لنا على الارقام والرموز، نعم. يعني دي شيء ربما المشاهد الكريم يجهل، نعم. هذه الرموز احكي لنا شويه، او ما هي او ماذا تمثل هذه الارقام؟ اذا الرموز تمثل الوظيفه تاع المضافات الغذائيه. اذا تبدا من 100 حتى 900. كاين 100 تعتبر ملونات سي لي كولورون اليمونتير، 200 يعني 200 حتى 290 هي كل يعني لي كونسيرفاتور الحوافظ، 300 سي مضادات الاكسده اللي ما تخليش لو برودوي يتاكسد، 400 سي تاع الذوق يعني اللي تحسن الذوق، 500 لكل يعني ما هو الشكل تاع لو برودوي باش يبقى هو هو، و 900 سي لي زيدولكورون او المحليات. يعني دونك المضافات الغذائيه هادو يعني نقدروا نقراهم بهاد الارقام. كل ما يشوفوا رقم راح يقدروا يلقاوهم في الانترنت، كوم سا يلقاو كل مضاف غذائي الرقم تاعو.